لافونتاج كيما يقول لك الحاجه اللي بلاسك. حنا البلد المنظم عندنا ديك الاراده وعندنا ديك التفاؤل وعندنا ديك الدفعه البسيكولوجيه اللي راح نلعبوا في الملعب عندنا وامام الجمهور تاعنا وامام المحبين امام الصحافه تاعنا امام المسؤولين. انا نظن كيما يقول لك الهدف المرجو من الدور الاول هو البلوغ الدور الاول. كما تعرفوا كاين مجموعتين باربع فرق، ان شاء الله نكونوا مع اثنين فرق اللي يتاهلوا للدور المقبل ان شاء الله. صافي ايناني وحنا نحضروا لهذه الدوره وان شاء الله احنا نديروا اللي علينا مع منتخبات كبار، راح نحاولوا نشرفوا الجزائر ونروحوا بعيد ان شاء الله.